هنتكلم فيها النهارده من ناحيه علميه. اولا الميزه اللي ربنا واضعها في الكون ان لا يجتمع الضدين في مكان واحد، يعني لا يمكن النور والظلام يجتمعوا في مكان واحد. صح. لا يمكن حد يبقى فقير وغني في نفس الوقت. لا يمكن. لا يمكن حد يبقى صحيح ومريض في نفس الوقت. صحيح. ولا حد سعيد وحزين في نفس الوقت. مظبوط. فالشياطين والملائكه لا يمكن يجتمعوا في نفس الوقت. وبالتالي رمضان لو جينا نشرحها بقى من منظور الطاقه، حركه الكواكب في الكون وحركه الشمس بتغير الترددات الموجيه اللي بتحصل في الكره الارضيه كلها. وبالتالي بالنسبه للصلاه بقى، كل مجال او طول موجي بيفرق الجسم بيستفيد منه بدرجه معينه. يعني مثلا العلماء وهم بيدرسوا الطاقه اكتشفوا ان بيبدا الطول الموجي بيتغير في الجو مع دخله كل ميعاد صلاه. واكتشفوا كمان ان في غده من الغدد بتسلم وغده بتشتغل مع دخله كل وقت صلاه. وبالتالي الله. ايوه الحته المهمه جدا ايه بقى؟ لو انا دلوقتي دخل مثلا وقت الظهر، كويس؟ انا معايا اول ربع ساعه اكتر وقت الاستفاده من الطاقه في الوقت ده. وبالتالي نقطه بس المهمه، عشان الانسان يستفيد من هذه الطاقه لازم يفصل كل افكاره ويعمل مديتيشن او يقف يصلي. يعني مثلا هنقول ان الظهر بيأذن على 12 مثلا، تمام، فرد جدا من 12 ل 12 وربع ده. أيوة. اعلى نسبه للطاقه. ايوه، اول ربع ساعه ثلث ساعه هي اعلى وقت في التغير الموجي ده، وبتقعد تقل 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 لغايه دخول وقت العصر. واكتشفوا حاجه غريبه جدا كمان، ان الظهر والعصر طاقتهم متشابهه، والمغرب والعشاء طاقتهم متشابهه. حقيقة. عشان كده احنا في الصلاه ينفع نجمع الظهر مع العصر. اه، ما ينفعش نجمع العصر مع المغرب. صحيح. لان وقتين مختلفين تماما، دخل وقت انتهى وقت العصر ودخول وقت المغرب طاقه مختلفه تماما عن وقت الظهر والعصر. بتليل بقى. ايوه، يبقى انا ممكن اجمع بين صلاه المغرب والعشاء او اجمع بين صلاه الظهر والعصر. لقوا بقى ان في شهر من السنه الموجات الطاقية دي كلها تتكاثف جدا 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 حوالي 29 او 30 يوم، اللي هو شهر رمضان. على فكرة العلماء بتوع الطاقة دلوقتي بيقيسوا بيعرفوا رمضان دخل من الطاقة. انت قلت لنا ان شاء الله باذن الله باذن الرحمن الرحيم ليلة 27 كمان في كذا عالم بيقيسوها من ضمنهم ليلة القدر. الدكتور ابراهيم كريم بيعرفنا على الصفحة بتاعته، يا جماعة دخل دلوقتي ليلة القدر، لان الطاقة كلها بتتفجر، الاجهزة كلها بتترعش من كتر الطاقة. طيب فعلا جميل جدا، احنا عارفين من القرآن بانه المحافظة على مواعيد الصلاة مواقيت الصلاة في وقتها ده افضل شيء. ايوه، ولكن ده فعلا يعني بالممارسة الواحد لما ما بيصليش فعلا في وقتها بيبقى بيلهس عشان يلحق قبل ما العصر جدا. أيوة. وبيبقى متضايق ويبقى مخنوق ويحس بخمول. بالظبط. يعني علاج الضيق والخنقه والخمول، في ناس كتير ممكن نشوفهم يبقى عارف هدفه وعارف هو المفروض يعمل ايه بس قاعد مكسل ملوش نفس يعمل. صح. أحد. جدا جدا، بسبب انسحاب الطاقه من الجسم. ما هو خلي بالك احنا ربنا خلينا جسد وروح. احنا تعودنا ناكل الجسد ونسينا ناكل الروح، فالروح خامله. فالصلاه في مواعيدها هي اللي بتشحن الجسم. وعلى فكره يعني انا يمكن مش قلناها في حلقه قبل كده، ان ربنا خلقنا عشان ندعوه فيستجيب لنا فنستمتع ونشكر ونحمده فيزودنا. بالظبط.